هلا بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ رجعت لكم بفيديو جديد وروتين جديد. طبعا بنات، مثل ما قلت لكم ومثل ما وعدتكم انه اني اصور لكم الباتشي اخر شيء، يعني بحما صورت لكم اياها. اي هنا بنات قعدت اني، لقيتها ماما اصلا حاميتها هنا. شوفوا شلون صارت. صدق بنات بعد المنظر مالتها يجنن. مي الباتشي الحقيقي. اي واللومي بصره تنطي شويه هيك لون حلو، بس مثل ما قلت لكم لا تكثرون. بس انا ابو حبيبتي ظلتني اي بدون ما تدري. اللي شاف ذاك الفيديو راح يعرف. أي. بس والله اطيب من الصبح. لا ماما لا، هي صح طيبه نومي بصره، بالعكس الحموضه كلش طيبه بس تضغي. صحيح. طبعا بنات هنا ماما محضره المقبلات اللي هي بس الليمون والبصل وهاي اي اللي هي ما اعرف اسمها، بابا يحبه. هنا أنا بنات محضره طبعا الثريد. طبعا بنات شوفوا هذني المناسف كلش حلوات. طبعا بنات انا قلت لكم، يعني شفتكم اياهم قبل هذا الفيديو، انه انا شقد دورت عليهم. تخيل بنات والله افتريت كوما كوما ادور عليهم بس ما لقيتهم. عاد بعدين خطايا بابا ما اعرف وين رايح ولاقيهم وجاب لي إلي وجاب الماما. ورا ما جاب لنا بنات رحنا الباب الاغا مباشره بصف باب الاغا. واحد يعني مصفطهم بالشارع كل الاحجام. بس شنو اللي صار لما اجيت دائما تجي الفيديو وتسمع لقيت كلش ازدحام مقطوع، وكانت البعض اصلا مخبلن والوان تجنن. بس ما عرفت قدرنا نوقف ونشتري بعد ليش هيك صار. فاللي اضطريت انه اني ارجع منتج الفيديو ادور هيك مواعين، يعني مال دولمه مال برياني مال دلاميه، يعني فتشي مرتب وفتشي كلش حلو. فخلي تروح هناك تلقيه، يعني هو ببالها الالوان اللي هي ببالكم تلقوها يم باب الاغا، يعني مو بالمجمع لا، بصافه هيك واحد حاطن، يعني حاطن على الرصيف. المهم بنات هنا انا ماما بلشت تحضر هاي الشغلات اللي هي قبل الصب. دائما نحب نحضر كل شيء حتى يكون عندنا جاهز، وبس من نريد نصب قبل نفرغ ونروح نودي. وهنا أنا بنات هذا الطرشي يصير بزيت المقدوس كلش طيب همينه، بس يصير هذا الخيار الثاني، يعني مو الخيار العادي مالتنا، بس هو أهم شي يصير بمي بزيت، العفو بزيت المقدوس يصير طعمه كلش طيب. وباعولي تمن الباقي له شلون صار نثري ويجنن. طبعا احنا بنات صبينا اليوسف على صفحة وكلته بين ما، يعني بين ما هم راح يصبون. شوفوا لي السوب مالته بنات، السوب صار يجنن. انا طبعا شربت شوية من السوب مالته. السوب كلش طيب، عبالك السوب مال يعني باك ما تشريب، ما تشريب لحم هيك، يعني طيب. طبعا بنات صار الفيديو مالتي من نشرت الباتشا صار عليه حقوق، لانه بباتشا وهم رجعت وصورت. بس اعذرونا يعني شركة اليوتيوب شو نسوي، يعني اذا انتو ما تقبلون على هاي الشغلات. المهم هنا بنات ماما حضرت الخضروات وبلشنا نفرغ. وشوفونا السفرة مالتنا شلون حلوة، صارت كلش مرتبة. وهنا طبعا اجى نسيبنا وصارت القعدة تجنن واتغدينا. بس بنات شوفوا احنا هذا اكلنا. بس والله كان كلش طيب التمن، وكنا وياه لبن وطرشي الحمد لله والشكر. وبعدين هنا أنا ماما سوت لنا رقي، ما حبينا نحطه ويا الاكل لانه تعرفون جهال وهاي وصير خبز، احنا ما نحب ناكل يعني الرقي، ما نحب نحطه ويا السفره ويا الاكل، نحب ورا ما نتغدى نكمل غدا نسوي لنا رقي وراها يلا نشرب الشاي، او مرات نشرب شاي وبعدين يلا
ناكل الرقي هيك يعجبنا. اكو ناس لا تحطه سويه يعني مباشره يخلصون الاكل ياكلوا، احنا لا يعجبنا نقوم نغسل نشرب شاي وراها بعدين يجي الرقي. طبعا هنا فرغناه وماما حطته بالثلاجة حتى شوي يبرد وبعدين اكلنا. شوفوا البنات هاي البطه تجنن، اختي جابتها لي كلش حبتك. هسه اجى وقت العشاء وراح اسوي طبعا اليوم العشاء خفيف. طبعا جبت هذا جبن المزرعه بنات كلش كلش طيب. وطبعا الخيار والطماطم راح اشيف ويا رقي، وهمين راح اطق ويا بيض وشاي والحمد لله نتعشى. بنات شايفين الطاوه هاي شلون يطلع بيها البيض طيب الطماطه طيبه. هاي الطاوه يسموها طاوه الفافون، هو دائما الفافون سبحان الله الاكل يطلع بيه طيب والله العظيم. اذا كان تمن اذا كان ايش مرقه بيض طماطه اي شيء اي شيء يطلع بيه كلش طيب. فهنا حضرت الشاي وحضرت الاستكاين وكل شيء صار جاهز. دا اكبس عندي صمون هم قلت خليه اكبسه لانه حرام ما تنذب. احنا جبناه اليوم الصبح بس اهلي يحبون يعني ياكلون كل شيء حار. فشنو بنات هاي الفتره ماما ما تسوي خبز الصاج فلهذا السبب جبنا صمون، لانه اسمر عليكم شويه تعبانه ومريضه فدا نجيب صمون. ولو هو الخبز يصير كلش طيب وخفيف على المعده. بس هاي الحمد لله على كل شيء. وهسه بنات ورا ما خلصنا العشاء صعدنا حتى النوم. اليوم كنت قاعدة كلش من وقت فشنو كلش نعسانة، فهسه خلي اروح انام والتقيكم باكر. بنات شلونكم؟ طبعا بنات هسه قاعدين من النوم من البارحة قلت لهم ماما مشتري فلافل، قالت لي باكر اركز فلافل. شوفولي الفلفلة شلون. هاي فلافل رزاق هاكس على الزرع ما ها انا راح اكتب هذا الصاد رهن هاي من نفسه اي من نفسه. بنات هذا الصاج هذا 2000 دينار هذا يجنن الصاج كلش طيب 200 بالدجاج صمون حار وعنبه صمون مال مشتري خبز بنات هذا نتريق وبابا راح يتغدى. شوفوا شوف ايش سويت. زيد الكلاص مالتك طبعا خلصنا ريوق راح ابلش اغسل المواعين. اليوم اني دوري صار لي يومين اني ما غسلت مواعين، فقلت لهم اني خلي اغسل مواعين ريوق على مود شنو احضر لنا فنجان قهوه نقعد نشربها. لان تعرفون بنات اليوم اخر يوم لي قلت اهلي يعني احتمال بالليل راح نتزوج ونرجع لو باكر يعني لو بالليل لو باكر الظهر. يلا خليه نكمل غسل المواعين. شوفوا هاي الحركة السحرية 1 2 3. شوفوا بنات هاي الحركة السحرية. طبعا هنا بنات دي وشلن كلتهم صفيتهم شوية وبعدين من يوشلون ارجعهم مكانهم. وهسه بنات خلي نحضر شغلات القهوة حتى نسويها. طبعا بنات شايفين مرات الفناجين القديمه العتقون كلش كلش احبها. يعني صار الفنجان صار له كلش كلش هوايه بس كلش احبه وارغب له اكثر من الفناجين هسه الجديده. هيك احس شكله كلش حلو اليوم. طبعا ما احبها كلش تخينه حطوها لازم هسه نخلطها على البارد.
صح، بعدين احطها على نار كلش هادئه. طبعا سويت الدله الكبرى، انا عاجزت اطلع الدلات الصغار، لقيت هي هاي قدامي وطلعتها. وهنا البنات ورا ما قريب يعني ما فرت القهوة، أني فرغتها وشربناها وكانت كلش طيبة. ولهنا بنات أحب أنهي لكم الفيديو، أتمنى يكون عجبكم. لا تنسوني باللايك والاشتراك بالقناة وتفعلون الجرس، أحبكم كلش هواية. باي باي.